هتلعب للمره السابعه النهائي في لندن وفي ويمبلي المباراه النهائيه للاحتفال بقى ب 150 سنه على سن قوانين كره القدم التي انطلقت هذه اللعبه الشعبيه الاولى من انجلترا بالتحديد. عشان كده الاحتفال بقى هيكون في ويمبلي في النهائي العام الماضي. كاكا الاولى ما مشيتش، الثانيه مشيت، كاكا الاولى ما مشيتش، الثانيه مشيت، عملها حلوه حلوه حلوه. ادي امامنا هنا ريكاردو كاكا يعود لمسرح الاحداث ويعود الى المباراه ويعود الى النادي الملكي فيظهر بهذه الصوره الرائعه وهدف رائع. عمل بروفا اولى وعمل محاوله، هدفه الثالث، سجل في اياكس وسجل في لقاء الذهاب واليوم يسجل امامنا. وادي امامنا هنا مورينيو اكيد سعيد، اكيد يعني هو من يستحق هذه الاشاده لان مورينيو اعاد الثقه الى كاكا واعاد كاكا الى مستواه المعهود. اضافه كبيره للنادي الملكي وهدف رائع رائع رائع. رايحه فين في الثمانيات؟ لا تاتي الا من لاعب كبير، وبالفعل هو احد الكبار في عالم كره القدم لانه يعني كان افضل لاعب في العالم في عام 2007. اللمسه البرازيليه الحلوه من خلال النادي الملكي، والنادي الملكي الذي حكم يعني اهم لقاءاته كان لقاء تشيلسي مع فالنسيا في شهر ديسمبر من العام الماضي. ادي هدف كاكا الجميل يسدد في كره بقى ايه ما يعملهاش الا لاعب كبير. لفها حلوه قوي قوي يعني ملعوبه بمهاره باقتدار، يضعها في ابعد يعني نقاط المرمى من خلال مهاره ومن خلال الى سانتياغو برنابيه، هذا المعقل الكبير الملعب اللي ملعب 1947 وياتي حتى الان في شباكه هدفين. هدف اللي امامنا لكاكا، وادي امامنا هنا شوف كل يصفق مورينيو وكارانكا والجهاز الفني.